عليها الحكي ولا العكس؟ يعني الغيره تيتو يا اخي. تم حجزها من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في منطقتين متباعدتين جدا، وهذه المخدرات مصدرها المملكة المغربية، وكانت مهربة عبر الحزام الدفاعي المعادي في اتجاه مالي إلى غرب أفريقيا إلى آخره. تم حجز كذلك برفقة يعني بمعية بسيارة رباعية الدفع، كان على متنها 4 متهمون وبحوزتهم سلاح بيكاتي ومعه ذخيرته التي يبلغ عدد طلقاتها 1100 طلقة، بالإضافة إلى سلاحي كلاشنكوف يعني ومعهما ذخيرتهم التي تصل إلى 200 طلقة.